حكينا المحاضرات الماضية عن عملية تمثيل التوكنز كـ regular expression وعملية برمجة السكانر. قلنا عشان نقدر نبرمج السكانر لازم نقدر نحول الـ regular expression لـ NFA، ولازم نعرف نحول الـ NFA لـ DFA، تمام؟ ونطلع من الـ DFA اللي هو الـ transition table. هلا قلنا عملية برمجة السكانر في عنا طريقتين. مين يحكي لنا يا شباب ايش هم الطريقتين اللي بقدر من خلالهم اعمل بروجرامينج او كودينج لسكانر؟ معي يا شباب؟ صوت واضح؟ دكتور ما قلنا عشان نعمل كودينج لسكانر في عندي طريقتين، إما تابل دريفن وإما إكسبليسيت كنترول. قلنا التابل دريفن جينيريك تستقبل أي ترانزيشن تابل، الكود اللي بينكتب بيكون جينيريك وبستقبل اي ترانزيشن تيبل. اما الاكسبليسيت كنترول بكون هارد كودد الاكشن بالترانزيشن تيبل، هارد كودد كجمل اف وكلوب، وخدنا عليه امثله المحاضرات الماضيه. هلا بدنا نعمل ريفيو كيف نحول من ريجولار اكسبريشن ل ان اف اي وكيف نحول من ان اف اي ل دي اف اي. بضل عندي التحويل الاخير اللي بدنا نراجعه اللي هو كيف نحول من ان اف اي او دي اف اي لا regular expression. فاليوم هنمشي ناخذ examples كيف نحول من regular expression ل NFA وكيف نحول من NFA ل DFA. هذا إشي أخذناه بثيوري بس هنعمل له ريفيو سريع عشان نخلص الشابتر. شباب الأسايمنت هنزله إن شاء الله بالويك إند وأعطيكم 10 أيام، تمام؟ الأسايمنت هنزله بالويك إند وأعطيكم فيه 10 أيام أو قبل الامتحان، شوف إن شاء الله. طيب نأخذ example convert the following regular expression to NFA. ايش بيمثل هذا الريجولار اكسبريشن؟ مين يحكي لي شباب هذا الريجولار اكسبريشن ايش بيمثل؟ هذا الريجولار اكسبريشن ايش اللانجويج اللي بيمثلها؟ اي تكست بس لازم يكون جواته نص اي اي. احسنت، اي تكست لازم يحتوي على اي اي، ممكن يبدأ بأي combination من الـ A والـ B وينتهي بأي combination من الـ A والـ B، بس يحتوي على two consecutive A's أو two أو substring AA. طيب هلا الـ A or B star لو أنا بدي أمثلها كيف ممكن أمثلها؟ نحط loop AB. Exactly، بقدر أحط loop AB، تمام؟ بقدر احط لوب اي بي. هلا لو بدي امشي على البروسيجر لازم اعمل اول اشي اي واعمل بي واروح بلامدا لفاينل ستيت واعمل لوب عشان اقدر اسوي اللي هي اي اور بي ستار. احنا مناش نمشي بهذه الطريقة، هذه الطريقة اخذناها اللي هي طريقة البروسيجرال اللي حكينا عنها بالثيوري. نمشي
بشكل أبسط. أنا عندي هنا لوب، بقدر أعمل لوب دايركت على one state A or B star followed by A A، بعدين عندي final state A or B. طيب هلا اللي نتج معي الفاينايت اوتوماتا اللي نجت، هل هي ان اف اي ولا دي اف اي وليش؟ ان اف اي لانه الاي طالعه مرتين من ون ستيت. تمام، من اي ستيت طالعه مرتين؟ من كيو 0 وكيو 2. ممتاز. لا مش لا كيو 0 لانه الاي طالعه مرتين من كيو 0 وعشان هيك هي تعتبر ان اف اي. كيو 0 عندي ترانزيشن اي طالع من الكيو 0 ورايح على كيو 1، وعندي ترانزيشن اي طالع من الكيو 0 وراجع للكيو 0، عشان هيك هاي بعتبرها ان اف اي. طب انذر اكزامبل، او خلينا أنا عندي على سبيل المثال A B or A star B A B star. هلا هيك بدي أمثلها، مين يحكي لي يا شباب؟ عندي A B or A star، عندي loop على ال A B or A، عندي A or A or AB. لاحظ عندي loop A or AB، ما بقدر أعمل transition يكون AB، الترانزيشن لازم يكون one character. تمام، كل هاي followed by what B A B star final state Q0 Q1 و Q2. واضح يا شباب؟ واضح مفهوم كيف هذا الريجولر اكسبريشن مثلناه ب NFA؟ طيب ناخذ another example. لاحظ تمثيل الـ NFA بسيط جدا لأنه ما في عندي قيود بيحكي لي أنه ممنوع تو ترانزيشن يطلعوا من نفس الستيت يكون لهم نفس الليبل، هذا مو موجود عندي بالـ NFA، فعملية التمثيل بسيطة. طيب إيش ناخذ إكزامبل ثاني؟ فعندي A A or B A star followed by B or A followed by مثلا let's say C. مين يمثل لي هاي R3؟ يكون عندنا أول إشي الـ Q0 وبطلع منها transition A لـ Q تانية، بعدين برضو برجع عليها بـ A transition A، وبتطلع كمان على transition state تانية في B
ترجع عليها. تمام. هلأ ال B or A وين هطلعها هاي؟ من Q0 ولا Q1 ولا Q2؟ Q0. تمام، من Q0 هطلع من هون اللي هو B فاصلة C B فاصلة سوري A. يعني لاحظوا هذا اللوب عندي AA or BA هون، تمام AA or BA، بعدين طلعت transition B or A، تمام followed by C بتوديني على final state Q0 Q1 Q2 Q3 و Q4. واضح يا شباب؟ سهل جدا عملية التحويل لـ NFA. واضح؟ طيب هلا نحكي نراجع عملية التحويل من NFA لـ DFA. أول خطة، أول خطوة بدنا نطلع الكلوز. Find the close for all states. تمام؟ اثنين، بدنا نعمل build the transition table for the DFA. ناخذ example. عندي Q0 طالع منها let's say A or B رايح لQ1. Q1 طلع منها A A ل Q2. وQ2 راجع منها لامدا لل Q1. وQ0 رايح منها لامدا ل Q2، وعندي Q2 هي الفاينل ستيت. عندي Q2 هي الفاينل ستيت. قلنا أول خطوة في عملية التحويل إني أطلع الكلوز. طيب نعرف شو الكلوز. الكلوز هي جميع الستيت including the same state اللي بقدر أوصلها باستخدام لمدة ترانزيشن. يعني closed Q0 جميع الستيت اللي بقدر أوصلها من Q0 بلمدة ترانزيشن. دائما بنبدأ بالستيت نفسها closed للQ0 Q0، لأنه أي ستيت من خلالها بقدر أقرأ لامدا وظلني واقف على نفس الستيت. فكلوز لQ0 هي Q0، بعدين بتطلع أشوف إيش الستيت اللي بقدر أنا أوصلها من خلال لQ0 بلامدا ترانزيشن. يلا إيش عندي يا شباب؟ عندي Q0 وQ1 وQ2، كلهم هدول بقدر أوصلهم من ال Q0 بلامدا ترانزيشن. طيب ايش الكلوز لل Q1؟
1 او 2 كيو 1. طب ليش هلا انا بقدر اوصل للكيو 1 لنفسه فقط بلابدا ترانزيشن، بقدر اوصل لمحل ثاني؟ لا. هي فقط كيو 1. طيب لك كلوز للكيو 2، كيو 2 كيو 1 تمام. كيو 1 كيو 2 نحطهم دائما بالترتيب، كيو 1 كيو 2. اذا الخطوه الاولى بنطلع الكلوز لكل الستيتس، الخطوه الثانيه نبني الترانزيشن تيبل تبع الدي اف اي. هلا عشان نبني الترانزيشن تيبل بنبدا بنحط هون الكلوز تبع الستارت ستيت، دائما هون بنحط في البدايه الكلوز لا للكيو 0. ايش الكلوز للكيو 0؟ هي كيو 0 Q1 Q2. هون بنحط ستيت، هون الالفابت، بعدين بحكي ايش عندي الفابت بهاي ال NFA. عندي A وعندي B. تمام. هلا باجي بحكي Q0 A، وين متوديني؟ Q0 A 1 و 2. Q0 A بتوديني 1 و 2؟ لا، انه Q0 1 و 2 بتودي على Q1. لا، نركب مع بعض. احنا بناخذ اول شيء Q0 لحالها، نقول Q0 A دايركت. هل في عندي دايركت ترانزيشن من Q0 A؟ لا، من Q0 بس على 1. اكزاكتلي، معناته Q1. هلا بس اجي على Q1 هون، ما بكتب هون Q1، باجي بتطلع على الكلوز تبع Q1. ايش عندي الكلوز تبع Q1؟ Q1 نفسه، فعشان هيك كتبت هون Q1. طيب هلا باجي بحكي لQ1 مع الـ A، وين بتودينا؟ في عندي ترانزيشن Q1 A بيرجع على الQ1، باجي باخذ الكلوز تبع الQ1 بلاقي نفسه، بلاقي الQ1 موجودة ما بضيفها. وفي عندي ترانزيشن من Q1 A بروح وين؟ على Q2. هل باخذ الQ2 ولا باخذ الكلوز تبع Q2؟ ناخذ الكلوز تبع Q2 اللي هو Q1 Q2. Q1 موجودة فحنضيف Q2. هلا عندي Q2 مع الـ A. هل Q2 طالع منها دايركت A؟ هل Q2 طالع منها دايركت ترانزيشن اسمه A؟ لا. تمام؟ واضح يا شباب؟ أعيد، أول خطوة سويتها إني طلعت الكلوز للستيتس، إذا أول خطوة سويناها إني طلعت الكلوز تبع كل ستيت، أخذت الكلوز تبع الستارت ستيت اللي هو Q0 Q1 Q2، حطيته عندي بالتابل. هلا ببلش من هاي الستيت اللي هو Q0 Q1 Q2، باخذهم مع الـ A، بحكي Q0 مع الـ A، وين بتودينا؟ بتطلع من هون. هل Q0 طالع منها A؟ يس. الQ0 لاحظوا ايش الترانزيشن اللي طالعين منها؟ A وB ولمدا. انا المهتم هون بQ0A،
يس. وين بتوديني؟ على كيو 1. باجي بتطلع على الكلوز تبع كيو 1 وباخده بضيفه عندي هون. بعدين باخذ كيو 1 مع الاي، بلاقي الكيو 1 مع الاي. اولا كيو 1 مع الاي بوديني على كيو 1، باخذ الكلوز تبع الكيو 1 اللي هو كيو 1 موجود. بعدين عندي كيو 1 مع الاي بروح على كيو 2، باخذ الكلوز تبع الكيو 2 اللي هو كيو 1 كيو 2. Q1 موجودة، أضفنا Q2. بعدين أخذنا الـ Q2 مع الـ A. الـ Q2 مع الـ A، الـ Q2 مش طالع منها A direct، ما بأخذها. واضح؟ شباب مفهوم ولا لا؟ حد يجاوبني؟ آه لا، عيد. كله تمام دكتور. طيب هلا مع البي، كيو 0 مع البي، يلا مين يحكي لي يا شباب؟ الكيو 0، الكيو 0 مع البي، هل الكيو 0 طالع منها ترانزيشن بي؟ دكتور وين بروح؟ الكيو 1. طيب ايش الكلوز تبع الكيو 1؟ الكيو 1 نفسها، فبناخذ الكيو 1. في Q0 B تانية؟ لا. طيب باخذ لي Q1 مع ال B، هل Q1 طالع منها B؟ لا. طيب هل Q2 طالع منها B؟ لا. خلص توقف. هيك طلعنا الترانزيشن من Q0 Q1 Q2 مع ال A و Q0 Q1 Q2 مع ال B. طب هلا ايش بدي احط هون؟ بطلع على النيو ترانزيشن اللي طلعت معي. هل طلع معي هون النيو ترانزيشن مش موجوده؟ يس. عندي Q1 وعندي Q1 Q2، باخذ اي وحده فيهم مو شرط بالترتيب. قلت اخذت ال Q1 اول، باجي بطلع على ال Q1 مع ال A. Q1 مع ال A وين متودينا؟ Q1. بتطلع الكلوز تاع Q1، بلاقي نفسه بضيف Q1. وQ1 مع الـ A وين متوديني كمان؟ على Q2. بروح باخذ الكلوز تبع Q2 اللي هو Q1 و Q2. هلا باجي باخذ الQ1 مع الـ B. هل Q1 طالع منها B؟ لا. Q1 مو طالع منها B. Q1 طالع منها بس A لQ2 و A لنفسها. فباي. طلع ضل عندي new states ما أخذتهم؟ يس. لQ1 Q2 ما أخذتها. بضيف هنا Q1 Q2. نرجع بناخذ لQ1 مع الـ A. لاحظ انا الQ1 مع الـ A already ماخذها ومطلعت لي Q1 Q2، ما في داعي ارد اشيكها مره ثانيه. Q1 مع الـ A ماخوذه هون، والريزلت تاعيتها هي Q1 Q2. طب ظل عندي Q2 مع الـ A، هل Q2 طالع منها A؟ لا. طيب باجي باخذ لي Q1 مع الـ B already فاي، باخذ الQ2 مع الB، هل الQ2 طالع منها B؟ لا. فبرضه فاي. تمام؟ اوكي، هلا نيجي بنرسم الـ resulting DFA. مين اللي start state عندي؟ Q0 Q1 Q2 مع الـ A. بتوديني على Q1 Q2، ومع الـ B بتوديني على Q1
اوكي ناخذ الـ Q1 Q2 مع الـ A loop ومع الـ B بتوديني على فاي. بعدين ناخذ الـ Q1 مع الـ A بتوديني Q1 Q2 ومع الـ B بتوديني على فاي. طبعا الفاي مع الـ A والـ B بتوديني على فاي، يعني ممكن اضيفها وما في داعي اضيفها هون، واضح انه دائما الفاي مع الـ A بتروح على فاي ومع الـ B بتروح على فاي. فهاي مع الـ A والـ B بتروح على فاي. هلا اخر شيء بدي احدد الفاينل ستيت. مين الفاينل ستيت يا شباب هون؟ كيف بقدر احدد الفاينل ستيت بالدي اف اي؟ متذكرين قلنا الفاينل ستيت للدي اف اي هي كل ستيت اللي بتحتوي على فاينل من الان اف اي الاصليه. الان اف اي الاصليه ايش الفاينل ستيت فيها؟ Q2. بالتالي اي ستيت هون بتحتوي على Q2 بعتبرها فاينل. فQ0, Q1, Q2 final وQ1, Q2 برضو final. تمام يا شباب، هيك طلعنا DFA equivalent للأوريجينال NFA، بتعطيني نفس اللانجوج. أي إشي accepted هون لازم يكون accepted هون، أي إشي rejected بهاي الـ NFA لازم يكون عندي rejected هون. طب سؤال، مين يعطيني string accepted بالـ NFA عشان نجربه هون؟ مين يعطيني هنا string accepted؟ B A A. كمان مرة، إيش يا عبد الله؟ B A A. B A A. لاحظوا هون الـ B A A accepted لازم تكون كمان accepted هون. لاحظ هون هل ال BAA accepted؟ نشوف، بلشنا من start state تمام، B ودتنا على Q1، A ودتنا على Q1 Q2 وA اللي بعديها loop. هل أنا واقف على final؟ Yes، معناته yes accepted in both. طيب لامدا، هل اللمدة accepted بالـ NFA هون؟ هل اللمدة trans accepted لأنه من Q0 بلمدة لـ Q2 accepted. طب هل اللمدة accepted هون؟ نعم، لأنه الـ start final فبالتالي accepted. طب خلينا نأخذ إشي rejected in both. مين يعطيني إشي rejected بهاي الـ NFA عشان نتأكد إنه rejected كمان هون ولا لا؟ مين يعطيني string rejected بهاي الـ NFA؟ AB. لاحظوا هون لو أخذت A B ما بقدر أعملها consume. الـ A يعني أنا لو أنا عندي هلا AB وأنا حاولت أجرب الـ AB على هاي المشين، أنا واقف على الـ Q0 وقرأت الـ A ودتني على Q1، واقف على Q1 وجايتني B، ما عندي أي transition يحركني الـ B فستك فريجكتد، معناته الـ AB does not belong للـ language تبع هاي الـ NFA. وهي سميناها M1 وهي سميناها الـ DFA M2. فبنلاقي إنه الـ AB does not belong للـ of M1. طب بدنا نشوف هل هو belong لل M2 ولا لا، اللي هو المشين تاع DFA. نشوف
واقف انا على ستارت ستيت واجاني A، وانا هتحرك على Q1 Q2، واقف على Q1 Q2 اجاني B، وانا ودتني على التراب. واضح؟ فانا برضو الدي اف اي ريجكت هذا السترينج اللي هو ريجكتد من الاوريجينال ان اف اي. تمام يا شباب؟ تمام. طب مين يعطيني اللانجوج اللي بتمثلهم هذول ان اف اي والدي اف اي؟ مين يعطيني اللانجوج؟ ايش اللانجوج اللي هاي الدي اف اي او هاي الان اف اي بتمثلها؟ احنا هناخذ هلا بروسيجر التحويل من NFA أو DFA ل regular expression، بس هيك roughly من النظر تقدر تحدد إيش اللانجوج اللي بتمثلها. لاحظ، خلينا نجرب مع بعض. إيش عندي أنا هون؟ النمط الموجود عندي A A star A A star. إذن أول لانجوج عندي A، أو أول نمط عندي اللي هو AAN، و N أكبر أو تساوي 0. طيب عندي نمط ثاني، اتحاد. إيش النمط الثاني اللي بتمثل لي إياه؟ BA BA A N، صح؟ نعم. N أكبر أو تساوي 0. طب ضل إيش ناقص عندي هون؟ إذا كان string فاضي. يعني عليك اللامدا union اللامدا. بقدر أمثلها بهاي الطريقة، أحكي اللانجوج تاعيتي إما على نمط A A N أو B A بعدين A N أو لامدا. طيب تمام، عرفنا النمط. مين بيقدر يعطيني regular expression يمثل لي اياهم؟ مين بيقدر يعطيني regular expression يمثل لي هاي الدي اف اي او هاي الان اف اي؟ A star. اوكي، ممكن ناخذهم من هاي الدي اف اي، بتلاقيها A A star. هلا انا اعطيها اور اور. طبعا احنا اتفقنا نسير نستخدم الخط هذا عشان مثل اور اور بي A A star بي A A star اور لامدا. then A A star B A A star or لامدا. طب هاي بقدر اختصرها؟ yes. لو اخذت انا A or B A A or B A followed by A star. تمام، A or B A followed by A star or lambda. تمام يا شباب. طب هلا بروسيجر التحويل حناخذه ان شاء الله المحاضره الجاي، كيف احول من DFA او من NFA لـ regular expression. ضل هذا البروسيجر هيك بكون الشابتر خلص.
وزي ما حكيت الاسايمنت ان شاء الله حينزل بالويك اند هاد، اعطيكم 10 ايام ان شاء الله. في احد عنده اي ملاحظه اي سؤال؟ في واحد عنده اي سؤال يا شباب؟ في اشي مش واضح؟ طيب شباب انا حنزل ورك شيت عشان تراجعوا التحويل، أسئلة محلولة على التحويل DFA NFA وتحويل NFA لRegular Expression، تمام؟ أساس اللي بدي يعمل براكتس. تمام، هاي Worksheet على Regular Expression فيها أسئلة محلولة للي بحب يعمل براكتس. تمام دكتور. اوكي، يعطيكم العافية.